بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا اليوم في موضوع الكيسس، وإن شاء الله عز وجل النظام الذي أنشأناه عاوزين نطبقه، وبالتالي أي ليفر تيست نقرأها بكل سهولة. فتعالوا نبدأ بأول كيس. طبعا الكيس سواء كانت أدلت، بالنسبة حنتكلم أدلت ميل أو فيميل، ما في مشكلة فيها، لأنه ساعات ممكن يحتاج بعض الناس يقول كم عمر الراجل، لكن احنا هنخليها أدلت الكيسز كلها. أول حالة، الحالة التي أمامكم شوفوها وعاوزين نطبق النظام اللي اتفقنا عليه، زي ما انتم شايفين توتال بلوروبين 0.5، الان كونجيجيتد كمان 0.5، الكونجيجيتد 0، كل الليفر انزايم وذن نورمال، سيرم البيومين نورمال، والبروثرومبين تايم نورمال. تعالوا نقراها على طول، اذا نشوفها نورمال، اذا نورمال بلوروبين، بالتالي زي ما قلنا كل الليفر انزايم نورمال، بالتأكيد السول ده لو سألنا عليه براون، وكمان اليورين نورمال، وفي يوروبيلوجين بشكل طبيعي، فبالتالي دي نقول نورمال فانكشن تيست. طيب هذه الحالة سهلة جدا، تعالوا نشوف الحالة الثانية. الآن ركزوا في هذه الحالة. الحالة الثانية زي ما انتم شايفين توتال بلوروبين 2 ميلي جرام بير ديسيلتر، الآن كونجيجيتد 1.8، الكونجيجيتد 0.2، الـ ALT 20، الـ AST 17، الـ ALB 100، الـ GGT 35، الألبيومين 4، والـ بروثرومبين تايم 12 سكند. تعالوا نقراها خطوة خطوة. توتال بلوروبين عالي، بالتأكيد عالي 2 ميلي جرام، فبالتالي نقول الشخص ده عنده هايبر بلوروبينيميا. أول نقطة، مش اتفقنا في القانون حقنا او في النظام حقنا انه ما دام عنده هايبر بلوروبينيميا، الشخص ده عنده احتمال مشكله في البلد، او مشكله في الهيباتوسيرال انجري، او مشكله في البيلوري اوبستراكتيف ديزيز. جميل، اتفقنا ان احنا نروح نقرا على طول بعدها الان كونجيجيتد. الان كونجيجيتد واضح انه اكثر من 85%، واضح، فبالتالي نسمي الحاله دي نسميها ان كونجيجيتد هايبر بلوروبينيميا، فسميناها unconjugated hyperbilirubinemia. الليفر انزايم زي ما انتم شايفين طبيعية، كلها طبيعية، والوظائف كمان طبيعية، إذا نقول دي احتمال الأول إنها، والغالب أو الكومن تكون هيمولوتيك أنيميا. الاحتمال الثاني قد يكون بيأخذ ريفامبايسين دراج. الاحتمال الثالث قد يكون عنده جيلبرت سيندروم، والاحتمال الرابع قد يكون عنده نيجار سيندروم. الآن لو سألتكم في الهيمولوتيك أنيميا الستول ايش وضعه؟ بالتاكيد الستول حيكون دارك، اكيد. وقلنا ليش دارك؟ لانه كميه الان كونجيجيتد عاليه، فبالتالي تحول الى كونجيجيتد عالي، فبالتالي زاد الاستريكوبلينوجين، فبالتالي اصبح الستول دارك. بالتاكيد اليورين طبيعي هنا، اللون حقه طبيعي، لكن حيزداد اليوروبلينوجين، اهو زايد اليوروبلينوجين. ممتاز. الريفامبايسين بالتاكيد الستول ايش حيكون وضعه هنا؟ بالتاكيد بيل. وكمان اليورين حيكون ديكريز اليوروبيلينوجين، وهذا منطقي، كلما كان الستول بيل يعني ما فيش استريكوبيلينوجين، فبالتالي اكيد ما فيش يوروبيلينوجين. الجلبرت بالتاكيد بيل الستول، وبنفس الوضع ما دام قلنا بيل اذا ما فيش يوروبيلينوجين. ليش ما فيش بيلينوجين؟ ما فيش استريكوبيلينوجين. النيجار سندروم بالتاكيد الستول بيل، واليورين حيكون نورمال، وما فيش هنا يوروبيلينوجين. طبعا بالنسبة لليورين في قضية النيجان سندروم، هنا قضية اليورين إذا كانت الكونجيجيتد أصبحت كونجيجيتد، فلأنها عن كونجيجيتد فحيكون طبعا بالتأكيد نورمال يورين. الحالة الثالثة توتال بلوروبين 10 ميلي جرام بير ديسيلتر، الآن كونجيجيتد 3 ميلي جرام بير ديسيلتر، الكونجيجيتد 7، الـ ALT 600، الـ AST 590، الـ ALB 310، والـ GGT 60، سيرم ألبيومين 4، والـ بروثرومبين تايم 11. نمشي بنفس النظام اللي اتفقنا عليه. أول شيء أروح أتفرج على التوتال بلوروبين،
واضح ان التوتال بيلروبين عالي، اذا اقول دي هايبر بيلروبينيميا. اول نقطه، ما دام قلت هايبر بيلروبينيميا اذا الشخص ده يا عنده مشكله في البلد، يا عنده مشكله في الهيباتوسيلولار انجري، يا عنده مشكله في البيلوري اوبستراكتيف ديزيز. جميل. الخطوه الثانيه اللي امشي على طول اروح اشوف الانكونجيجيتد. الانكونجيجيتد هنا ثلاثه، يعني ثلاثه من عشره بالتاكيد، انه اقل من 85%. فبالتالي اقول الحاله دي كونجيجيتد هايبر بيلروبينيميا، وما دام قلت كونجيجيتد هايبر بيلروبينيميا اذا الشخص ده يا عنده هيباتوسيلولار انجري يا عنده بيلوري اوبستراكتيف ديزيز. ممتاز. اروح اشوف على طول للليفر انزايم، واضح ان الاي ال تي ماركت اليفيتد، واضح ان الاي اس تي كمان ماركت اليفيتد، خلاص دخلت انا في مرحله الاكيوت. اشي اشوف القلب كمان، فاشوف القلب ماركت اليفيتد، اسف مايلد اليفيتد، والجي جي تي مايلد اليفيتد، بينما الالبيومين نورمال والبروفوبين تايم نورمال. اذا على طول الحاله دي اكيوت ليفر سيل انجري، بالتاكيد ما فيش كوليستيزس، ما فيش النورمال ليفر فانكشن. اذا من اللي خلاني اقول اكيوت؟ اللي هو الماركت اليفيتد بالنسبه للاي ال تي والاي اس تي. جميل. الستول بالتاكيد ضروري تتنبؤوا بالستول، اكيد الستول حيكون بيل، بالتاكيد بيل. ليش بيل؟ لانه كونجيجيتد هايبر بيلروبينيميا، وفي مشكله اكيوت هيباتايتس، فالليفر مش قادر انه يتخلص من الكونجيجيتد، فحيصبح ما فيش ستريكوبيلينوجين. اليورين بالتاكيد حيكون دارك. ليش حيكون دارك هنا اليورين؟ لانه الكونجيجيتد ده ووتر سوليبل، وبالتالي حيروح للبلد، ومن البلد حيروح للكدني. اليوروبيلينوجين ده حيكون طبعا بالتاكيد ما فيش، لانه ما فيش ستريكوبيلينوجين. جميل. تعالوا نشوف الحالة التي بعدها، اطلعوا عليها. توتال بيلروبين 10 ملغ بير دي سي لتر، الانكونجيجيتد 3 ملغ بير دي سي لتر، الكونجيجيتد 7 ملغ بير دي سي لتر، الـ ELT 1600، الـ AST 1590، الألب 450، والجي جي تي 120، سيرم ألبيومين 4 جرام بير دي سي لتر، والبروثرومبين تايم 22 سكند. بنفس النظام اللي نمشي عليه بكل بساطة، أشوف التوتال بيلروبين عالي، بالتأكيد عالي، إذا هايبر بيلروبينيميا. ما دام قلت هايبر بيلروبينيميا إذا الشخص ده يا عنده مشكلة في البلد، يا عنده مشكلة في الهيباتوسيلولار إنجري، يا عنده مشكلة في البيري ابستراكتيف ديزيز، على طول اروح اشوف الانكونجيجيتد. الانكونجيجيتد ثلاثه، ما دام ثلاثه من عشره اكيد اقل من 85%. اذا الحاله دي كونجيجيتد هايبر بيلروبينيميا. ما دام قلت كونجيجيتد هايبر بيلروبينيميا اذا يا عنده مشكله في الهيباتوسيلولار انجري، يا عنده مشكله في البلري ابستراكتيف ديزيز. طيب اشوف الاي ال تي ماركت اليفيتد والاي اس تي ماركت اليفيتد، الطريقه دي 1600، والقلب والجي جي تي دول مايلد اليفيتد. هنا الالبيومين نورمال، لكن البروثرومبين تايم انكريز، فاقول دي على طول هي اكيوت، لكن لانه البروثرومبين تايم انكريز فاقول دي اكيوت فالمرنت هيباتايتس. خلاص فاصبح هنا في سيل فيلير، اكيوت فالمرنت هيباتايتس. هنا ليش الالبيومين نورمال؟ بالتاكيد لان احنا قلنا لونج هاف لايف الى 21 يوم، ف وهي اكيوت فبالتالي حيظل نورمال، لكن اللي كشف الموضوع هو البروثرومبين تايم. اذا نفس الحاله الاولى اللي قبل شويه، لكن الفارق فيها انه هنا البروثرومبين تايم هنا انكريز، لكن هناك كان نورمال. بالتالي اكيد الستول اكيد حيكون بيل، بالتاكيد اليورين بالتاكيد حيكون دارك، بالتاكيد لانه كونجيجيتد. اليوروبيلينوجين حيكون ما فيش طبعا، لانه ما فيش ستيريكوبيلينوجين. وكمان في نقطة مهمة قبل ما نقفل هذه السلايد، ممكن في الأكيوت فالمنت هيباتايتس أحصل القلب والجي جي تي ماركت إليفيتد، لأنها خلاص أكيوت فالمنت هيباتايتس، فممكن أحصلهم كمان ماركت إليفيتد. طيب الحالة التي بعدها، توتال بيلروبين أمامكم 12، أنكونجيجيتد 5، الكونجيجيتد 7، الـ ALT 70، الـ AST 80، القلب والجي جي تي واضح انهم ماركت اليفيتد، سيرم البيومين 4 والبروثرومبين تايم 14 بنفس النظام،
توتال بيلروبين اشوفه، اذا عند الشخص ده هايبر بيلروبينيميا اتفقنا، يا عنده مشكله في البلاد، يا عنده مشكله في الهيباتوسر انجري، يا عنده مشكله في البيلري اوبستراكتيف ديزيز، على طول اروح اشوف الان كونجيجيتد. الان كونجيجيتد هنا واضح انه اقل من 85%، لانه 5 من 12، فاقل من 85%، فاسمي الحاله دي اسميها كونجيجيتد هايبر بيلروبينيميا. فبالتالي ما دام كونجيجيتد هايبر بيلروبينيميا، يا الشخص ده عنده هيباتوسيلولار انجري، يا الشخص ده عنده بيلري اوبستراكتيف ديزيز. جميل، اجي اشوف الليفر انزايم هنا مايلد اليفيتد، مايلد ال تي والاي اس تي مايلد، لكن لما اشوف القلب والجي جي تي ماركت اليفيتد، في على طول بيلري اوبستراكتيف ديزيز بالتاكيد. فدي كوليستيزيس او نقول عليها بيلري اوبستراكتيف ديزيز مع مايلد ليفر سيل انجري، والفانكشن حق الليفر نورمال ليفر فانكشن. طيب لو جينا نشوف الستول، بالتاكيد الستول حيكون بيل، بالتاكيد. ليش بيل؟ لانه هنا في اوبستراكشن، فما طلعش الكونجيجيتد خالص، فبالتالي ما تكونش ستريكوبيلونجين. بالتاكيد اليورين هنا حيكون دارك. ليش دارك؟ لان الكونجيجيتد زاد في الليفر فراح للبلد ونزل في الكدني. اليوروبيلونجين ما فيش طبعا، بالتاكيد ما فيش، لانه ما فيش ستريكوبيلونجين. قبل ما ننهي هذه الكيس، في نقطة مهمة، يعني إذا كانت الكوليستيزيس دي لها فترة، ممكن نحصل الـ ELT والـ EST كمان يحصل لهم ماركت إليفيتد. إذا قد لها فترة حيكون كمان ممكن نحصلهم ماركت إليفيتد، هذه أيضا نقطة نعملها في بالنا. ممتاز. طيب لو طلبنا منكم أنه شخص عنده acute farmland hepatitis، كيف تتوقعوا هذه النتائج اللي أمامكم؟ اكيد على طول ما دام عنده اكيوت فالمنتي باتاتس، اكيد التوتال بيلروبين عالي، بالتاكيد. طبعا احنا ما دام توتال بيلروبين حنقول عنده هايبر بيلروبينيميا، اكيد الانكونجيجيتد عالي، لكن بالتاكيد الكونجيجيتد هو الاعلى، وبالتالي حيكون الانكونجيجيتد اقل من 85%، بالتالي حنقول دي كونجيجيتد هايبر بيلروبينيميا. ولما نجي نشوف الالت والاست حيكونوا ماركت اليفيتد، الالب والجي جي تي حيكونوا مايلد اليفيتد، هنا نورمال لكن البروثرومبين تايم حيكون انكريز. بالتاكيد الستول حيكون بيل، بالتاكيد اليورين حيكون دارك، وبالتاكيد ما فيش يوروبيلينوجين، بالتاكيد ما فيش يوروبيلينوجين. اكرر الملاحظه، في الاكيوت فالمنت هيباتايتس زي ما خدناها ممكن نشوف القلب والجي جي تي ماركت اليفيتد، فبس حبيت اكد على هذه النقطه. جميل، لو قلنا عاوزين نعرف بيلري اوبستراكتيف ديزيز مع نورمال ليفر فانكشن، ايش اللي حنتوقعه في النتائج دي؟ بالتاكيد التوتال بيلروبين عالي، ونقول دي هايبر بيلروبينيميا واتفقنا عليها. ولا تنسوش وانس انها هايبر بيلروبينيميا، يا الشخص ده عنده مشكله في البلد، يا عنده مشكله في الهيباتوسيلولار انجري، يا عنده مشكله في البيلري اوبستراكتيف ديزيز. تعالوا نشوف الان كونجيجيتد عالي، لكن الكونجيجيتد بيلري اوبستراكتيف كونجيجيتد هو الاعلى، وبالتالي الان كونجيجيتد، ركزوا معي، الان كونجيجيتد اقل من 85%، فبالتالي نسمي الحاله كونجيجيتد هايبر بيلروبينيميا، وقلنا يا تكون هيباتوسيلولار انجري يا بيلري اوبستراكتيف ديزيز. هنا بالتاكيد اكيد الاي ال تي والاي اس تي حيكونوا مايلد اليفيتد، لكن الالب والجي جي تي حيكونوا ماركت اليفيتد، بالتاكيد لانها نورمال ليفر سيل، حيكون السيرم البيومين نورمال والبروثرومبين تايم كمان نورمال. ممتاز. الستول اكيد حيكون بيل، بالتاكيد حيكون بيل، واليورين بالتاكيد حيكون دارك لانها كونجيجيتد، واليوروبيلونجين ما فيش لانه اساسا ما فيش ستيركوبيلونجين، في اوبستراكشن. طيب فكروا في هذه الحاله دي، توتال بيلروبين 2.4، الان كونجيجيتد 1.1، الكونجيجيتد 1.3، كل الليفر انزايم وذن نورمال، والسيرم البيومين نورمال، والبروثرومبين تايم نورمال. ايش رايكم؟ الوهله الاولى ممكن يقول واحد هل تعاد هذه النتيجه، او النتيجه هذه ممكن لها انتربريتيشن. هذا ان شاء الله حنناقشها ان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم ان شاء الله، من ضمن الادفانس كيسز، بمعنى الحالات المتقدمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.